السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بخير طيبين. معكم أخوكم عبد الرحمن ومعي اليوم بيك بي أو بنعيد. أهلا أهلا. طبعا فورزا هورايزن ما أدري الحلقة الظاهرة 8 و 9 و 10 و 11 و 12 ما أدري زبدة زبدة زي ما طلبته الحلقة اللي راحت، قلتوا نبغى الاف جي فهذا الاف جي. ضبطت ثلاث تعديلات خفيفة، حطيت هنا ستيكر هورايزن، هنا هورايزن، وهنا ستيكر فيس مستحي، بس هذا اللي حطيت عليه. طيب وين راديو بنعيد؟ في الدائري. انا شلون بجيك بالدائري من هنا؟ ما ادري، دبر نفسك. تبيني احدد لك المكان؟ تخونون تبين ارضى افا بنيت افا. تبيني احدد لك المكان؟ حددت لا تقعد تدلنا خلاص. اقطع العلاقه بنيت خلاص. حددت لك، يلا تعال. لا خلاص اقطع العلاقه بنيت. خلاص ابن حلال حددت لك من هنا. لا 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 احلو صدمت مصور. صدمت مصور. الو صدمت. اترك اعلامي. اعلامي. اشوف بشاماتك. معلوم احضغط ميوت اصلا عادي. دوز يا جنب. اباك صار فيلم بسيط بس. قل اصلا عادي. وراش صار؟ وش الفيلم؟ اكشن كوميدي؟ لا يا ابوي دراما يا حبيبي. شلون يعني كذا تحس بمأساة شي زي كذا؟ يا حياتي والله يا اخي ارحمك. كنت بطيب. اخ الله يخرب بيتك يا بليد. طبعا الحمد لله كلكم رجعتوا بعد اختبارات، واللي انجلد واللي ما انجلد واللي نجح واللي سقط واللي حمل له كم مادة، يعني الدنيا حلوة وكلنا نمشي وكذا. بنيت كم اخذت مادة اعترف؟ لا لسه ما بعد نزل هذا. ما خلصت يا بنيت؟ لا لا خلصت الحمد لله، ارتحت، ولكن ما لسه ما بعد نزلت هذا الشيء. علينا بنيت علينا. يا اخي انا احس ايش يسمونه هو اللي ينضرب عشان نساقط هذه، يا اخي احس انه بطلها. حتى مو بطلها، حتى اول مفروض ما ينضربون يا اخي. ليش يا اخي؟ شربت ويلعب وما ادري ايش وبالاخير. بس يا اخي تعقيد، له تعقيد نفسي له يا اخي. يا حياتي والله جد يا اخي. يا اخي المشكله هذا اللي يشوفه يبلقى وظيفه قبل ما يخلص. والله تحصل تب زي ما كنا احنا يا رجل. في ناس تحصل والله، اللي تدافش تحصل. اللي تدافش تحصل. حصلت وظيفه انت؟ عاد لا تحرجني. لا تحرجني. لا تهرجني يا حبيبي. ايه الهرج اللي انت يا ال. اخ طيب ليش اللي ما جاي يا بني تقول لهم؟ لولي يا اخي دوام وما ادري وش، ما ادري ايش اقول، ما ادري ايش ظروف الولد. ما بدينا نشوفه زي اول، فما ادري ليش، ما ادري ايش نظامه. يعني اتوقع عشان دوام، ضغط دوام اللي صاير عليها اليومين. يا علامي شكله بادي يحب. يمكن. اشوفه بالبيبي مستلج، الله يسلمه. مستلج في البيبي؟ يب. طب خدمتي مقطوعه؟ لا ما اخذ مكان. طيب انت ايش دخلك بالموضوع؟ انا قصته عشان كذا ما ادري تقول شوفها في البيبي مستلج. تبين افعل لك حياتي؟ الله يسلم. انت كريم حنا تستاهل. اشتري لي سكالدة بفعل لك. اللي ما ادري شلون تسكلي تروح المقطع اللي قبل يا فما. ريم التديد العام بي ام تخونني يا بني تشتري بي ام. اوه بي ام ممتعة. طيب ركبنا يا ولد. تعال تعال. ما عمر بحياتي ركبت بي ام من احد اف جي وديدسون هيليكس. تقدر تقول ايوه لما ترك هيليكس ولا مش عاوز تقول. اسكت بني لا تفضح. اسكت لا تفضح. اسكت. ترى ما هيلكس ابدا. انا ما احب هيلكس اصلا. طيب هاديك سمنجي يا حبيبي، خلقصات وجنوط مرصدش يا حبيبي. بس ما نفجر هالنساء. احلو يا اخوي شو شديت وخلتني اصد معاك؟ انا اوريك شيء زين. سوي في امه انا الذي هو طاره. شوف هج جفاني يا حبيبي. قعد
خايفين على الموتر يا بوي. نعم عب يا ام يا بوي. اخي والله طب لنا 1000 جي ضابطينه من جوا يخرب بيتهم. والله صح عليهم ترى الضبط من جوا شغلهم صح. انت شاري ولا تشوفه اسود؟ وشو شاري ولا تشوفه اسود؟ ما ادري ما ادري ليه ما ابغى اشتري هذا الاشياء الحلوه حقتهم سياراتهم. رجل انا يمكن عشان يلعب بلاي ستيشن كثير. يمكن يا رجل انا تخرفنت مرتين عشان الاكس بوكس عشان فارز الله يخرب بيته. والله بيك الشف ايش سالفة دخلت من بينك وبين الرفيس. الو ها من ذا؟ الو الو هذا واحد من ايش يسمونه زبده. انا شفته ايش طفن هذا اللي شفته زبده. حياه الله حياه الله منور الجروب يا دريمكس. شد يا دريمكس. الو تصدم مالك قاعد يلعب ورا الملك. خلي استانس يا اخي. واجيك ابو داحم مقلع وسوف يسحب جلنطر انه يخشش بماسوره والعب يا شنب. روح يا شنب يا كبير يا شنب روح. الو وراك ساكت يا بني ديخي. الباب يطوفك. يلا الحين تعال صلح لي جنطة الاستمر لو انفجر علي كفر الحين. كلب هايوان كابير تستمر بعد. اي يا اخي اخذ نفجيب بلاش. والله لا انشب البلاستيك حق تألمة تيتا بجبك الان. هايوان كابير انتو الفجي. وش بالفجي؟ اقول انتو الفجي في البقالة راح. اي اقول لك بنيد انت خرفنت زي وشريت اكس بوكس عشان فورزا. اي والله صراحه اي والله انا خرفنت مثل الكلب مرتين. انا صراحه اي تخرفنت المره الاولى شريت جولد ما وسينها علشان شريط واحد فهمت. لعبت لين طفشت وبعته. ها يوم نزلت هورايزن تقطع قلبي. يوم نزل الفجي والاشياء الثانيه ذي خلاص انا بديت اخق. قلت قلبي الصغير لا يتحمل واروح. قلت لعن ابو شك الدنيا ما تستانس بها يا رجل. اول ما نزلت المكافاه حبيبي انقز شر اكس بوكس. اكس بوكس يا حبيبي على طول. وطفرت ذاك الشهر وكلت دبن. انا احب اطفر اصلا الطفره زين ولا بني؟ والله الطفره مو بزينه. والله مو بزينه. ليش يا اخي كذا ليش؟ والله مو بزينه كذا. تخيل كذا انت شايف ال لا شوف اعطيك تخيل تمشي كذا تلت في تيشار تلقى واحد قاعد ضايق ماسك له نص حبة عشواية رجل رز بخاري. تلقاه يفرم بالدجاجة ويمسك لك البيبسي يفك وكذا ويقرقع قرقرقرقر وانت تناضي تلقط سعابينك منه بالطفرة يعني. ايوه ترجع البيت تلقى هالك حاطين لك خبز وجبن يلا كل يا كلب. لا يا حبيبي وش لا تخيل الخرمان على الاقل قلت صلح الرز وصلح شيء يا رجل. ما عليك احد صرفانك رز فاضي لامكم. اي يا اخوي ثم لامنك. لا اذا كانوا طابخين لك رز اعرف ان وراهم شيء. يلا ودي للسوق. عاد هنا تشتغل بداعم الصدقي. هنا لو صرت طفران يبون اهلي يودون السوق تبدا العروض الهائله تنهمد. عروض بالذات لو صارت بالذات لو صارت مثلا امي وخالتي فهمتي بيروحون. اقول شوفوا هذا كل واحد بيدفع 100 ريال اوديكم ما تبون كرزب. الله يعافيك. اطلع لي 200 ريال 300 ريال عمري واحده يلعب. وصار مثلا شلون وصارت يعني مثلا الرحله شلون انصارت رحله مره يعني جامده مثل يعني مثل الحين امي مدرسه فهمت ولازم تخبر المدرسين حق الابتدائي لازم اخر السنه يجيبون هدايا للطلاب والطالبات هي طالبات فهمت. انا هناك اخذ جوي فهمت. اقول ليش تشترين البنات هدايا وانا ما تشتري لي؟ يلا تعطون 500 يوديكم ولا ما ابي. خذ يا حبيبي استانس انبسط بالدراهم يا رجل. تعطون بناتكم وانا اكل تبن. انا ولدكم انا اللي اوديكم. من جد المشكله ما بقول لنا بالبيت فهمت. انا انا اللي بقيت من شو اسمه. طيب ريان ورا ما تكرمه ريان ايش ابي ودي والله يا فاضي لي بعد. المشكلة ريان هاي لا ريان يسوق بس مشكلته شلون عنده كم 3 أو 4 اخوان اكبر منه
ف كله مشكله انا الحين ايش اسمه ما عندي الا اخو اكبر منه متزوج، بس متزوج السنه اللي راحت فهمت. ها صاير انا فوزيه الدراع حقتهم كل مصاط له مشكله انا اللي ياكل تبن قسم بالله. يلا والله الله كبير الله كبير الله فوق الله فوق اخ يا اخي بيام دي ماش ما تنطل صح شلون ماش مو مش هذا مو ما في بيام كويس ما بي كويس يا رجل دبر ثم تعال اهرج والله ما في حطبه يا رجل لا امشي بعشرين خير بفحط بيام ابلع يا نوب هذا انت ولا لا اح دخل واحد ثالث اح الو ايه العالم بس يجون روح من السبيل اشوفه حياهم الله حياهم الله داهم من كلاننا خلاص حياهم الله لا مخاوي ده ما انا بالكلان ايه مخاوي ايه يصير بكلاننا المرة الجاية يدخلهم من كلاننا نعطيه كيك على طول احلو المشكلة انه يقول لك في ناس يقول لك يعني نبي ننضم للكلان وانا ما ادري شو انا اضمهم للكلان فهمت لا تجيك رسائل فهمت شلون يقول لك ما ادري مثلا دحدح 14 13 يوانتا يوانتا حسيت انك مصري يوانتا شيء كذا يعني شلون الله شكلك يا اخي اكمل يا اخي حرام عليك عاوز تنضم للكلن يوانتا اخ الله يخرب بيتك يا بليد يخرب بيتك عيد يا بليد والله انت مغفر الله يسلمك خلي بنزل اغير الموتر ذا الزبده راح تحصلون قناه لا 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 الاخ بقبي ذا الخال حق قناه تلقانه ان شاء الله بالدسكريبشن تلقانه عنده مقطع ثاني راح نسجله بعدين اشطف ابوه والله اشطفت امه هو كماروت ذي بنزل حلقه انا برضو بسجل حلقه لسه ما عاد سجلناها يعني الحين قلنا نسجل دحوم ما شاء الله عليه عادي اصلا عادي اسحب عليه عادي ترى ما عندي مشكله بان الطلب بما ان الطلبات عنده اكثر يعني ما شاء الله عليهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليهم والله كل فيديو فورزة طيب انا قبل اسبوع فورزة المشكله ان فورزة مره متعب تسجيله وتضبيط الصوت وزي كذا يعني شيء متعب جدا وسواليف المشكله يعني شلون احلو سكر الميوت صناعي ايوه تقولوا لي علومكم اخباركم ضيعت السالفه الله يخرب بيتك اللي قبل شوي من يوم سمعت طنق هكذا ميوت صار فيلم دراما ثاني عادي بعد لان ام افلامك دراما يا رجل فاتح ام بي سي اكشن انت هنا ام بي سي دراما يا حبيبي طيب دقيقه خلنا بروح اغير شارتي بريهم سكلد وش سو ضبطت لعبة استكرات وكذا يعني اوك لا هم طالبين اف جي يعني خلاص بس اف جي لا مو ابي كل مره يا رجل قسم بالله امسكهم بالزاي قال لا تسوي سياره لحاله نوع سيارات مشاوي هو داهم قال لك نوع عجله وانا مثل ارخام اطيعهم انا مثل ارخام اخ دقيقه خلنا اهدد الكراج حقنا خذ لك رحت الجراج شكيت الحال جت السيارات تواسيني احاول الله حلو رحت الجراج شكيت الحال جت السيارات تواسيني يا ما رحت المقابر شكيت الحال اخي اضحك طيب مو حلو مستحيل اضحك انزل الموضوع اني اضحك يا سامي شرط اللي يجونك ناس بالكومنتات يضحكون بس انت قلت انت ما تقدر مها بالشاب هذه مشكله لا خلاص اطلع برا انا معك لا اطلع برا انا تحاول ما راح اسجل معك خلاص اطلع برا تحاول روح سولو ان سبسكرايب المسوي سبسكرايب لا خلاص ما بيضحك ولا ترى بصيح تحاول خلاص تحاول كيفني وانا قوي وانا زعلت انا زعلت انا اشتاوى زعل عليك حياتي بنيت يا اخي تخيل عقب ما نخلص الحين اسوي افلان وراح العب اف تي بي اوه اموت والله اموت اخ وينك كنت طيب ما شفتك ترى طول ما انا رحت للجراج وش اللي ما شفته قبل شوي احنا مع بعض انا رحت للجراج اغير سيارتي الحقيره
ما بالحقيقة التي هي جميلة بس أنها مهيب جميلة بس خلاص دقانة دريم ومخاوي ما عاد صرت أشوف يا ربي أنا صديقي خلنا نشوف شو اسمه في سيارة ودي أوريهم إياه عدل عليها خفيف إيه هذه تشالنجر وصلنا 15 دقيقة يعني شيء كويس ازدح افا شو ازدح هذا اب استغفر الله يا اخي عاد على حسب التفكير يا اخوي لا 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 لو تفكيرك شين انت بنين والله لا 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 والله عاد على دي يقسم بالله على ني لي مني عاد على حسب التفكير على حسب حسب بس عشان يمزكب فاهم شلون مزكب مزكب صدقتك بني والله مزكب صدقتك اوكي انا صدقتك بنات هاي اما لكسس ليش نكذب يا لبا تبي تجرب نجرب ايش تشاط لكسس يلا قدام الحقني اسبقني قصدي يلا دوس خليك زماش بدك كلب بس تقعد تفوحط تفوحط شيء زي كذا صلعت رجلك من عند الريديتر تقول تفوحط نكذب هدي شوي داسك عشان ما تفوحط شفتين رحت الو ابد ما دخلت مصر ايه علوم اخبار والله مليحين يا معلم يا اخبار ما تحطك تحط سولافة ورا ما تصارف يلا صارف يا اخي اقول يا اخي تعرفني ادحهم انا من الناس اللي احب استمع انا مستمع انا لست متكلما كثير انا لست متكلما كثير خذ لك شطفة واو الله يسلمك انا يسمون الملك الشطفات الذي هو قوي انت شوف الاسم مش كبر بس اسمك دح دح 14 13 المشطف القوي نعم نعم تستمر الحيات يقلب درباوي شوي لعينه الدرباوي تخيل درباوي مع تشالنجر انا مطن طالية زي الجيتي عادي زي في مقطع ايش يسمونه جولد الرامي جولد الرامي جولدن كيك جولد اللي ما يدري نحن النادي جولد الرامي حلوه جولد الرامي فاهم شلون مقطع حق الجيتي يا ملحوني مجنون يا شيخ اللي ما شافه يروح يشوفه ترى الرجال مره يستاهل ربنا يسلمك شكرا ما سويت شيء ما لي دخل صح الو وش دخل هذا انا اتكلم عن جولد الرامي لا بس يعني حسيت انك تمدح انا امدح جولد الرامي اشتك انا مالي ربي انت امدح استنى عادي انا ما احبكم احنا دحين في قناتك شلون طيب امدح عشان يعني يصير احسن كويس انا امدح قدام حقيني شلون ما يمدح خليك زي ذولاك اللي يمدحون عشان يعني شلون يصيرون الناس اللي هم كويسين فهم ترى ازعل واسحب عليك الحين ولا اصير قوي لا خلاص ترى دحوم احسن واحد في العالم كمل عز اوه دحوم هذا عيال ترى مخاوين مصلحه بس ترى كيف اني انا حيوان حقير الادب مغفل الحيوان يا اخي لازم هذا اخوك عبد الرحمن من القصيم لازم اغير موتري لكز طفشني الله يا الدنيا بني والله صح هو صح الله الدنيا بني ذا اللكسس طفشك الله يا الدنيا اي الله يا الدنيا حسيت في الشعر حقي انا جيب لي جون ديتسون خربانه اتونس فيه تقول لي لكسس اي الله يا الدنيا بنيت لا يا اخي انت يعني انت عارف من الطنخه يا ابو تركي الله يسلمك والله تجي لكسس ما اركب بالمراتب لا اركب بالشنطه حوله بس كذا عشان توسخها اي خاف توسخ مراتب حسافة يا رجل اقعد بالشنطة لمع على السبنة سولف انا وياه وكذا يعني طيب وش تسوي؟ هلا؟ لا تسوي مرة ما اطلع من البيت خلاص انا ميلكس خاف يطلع عيني اموت
استغفر الله العظيم. اي والله يا اخي العين حق ولا العين حق صح خلاص. لكن تبى تطلع من البيت عشان معك لكسس؟ والله ما اطلع، لا اطلع دليل بقى هذه اللكسس دي عاد ما توصل. واذا جيني بنروح خليت شو اسمه تارقة فوق ظهري وادي انا احمر احمر تخيل هذا انت هذا واحد مرة طفراني رجل عايشين في كحيل مرة من جد من جد ما قلت شي من لكسس اصلي من جد تخيل معه لكسس مدخله بعشة حيوان من جد هذا صريم بس وده يستانس ما ادري شلون اقول هذا صريم وده يستانس لكسس وحطه بش اسمه يعني ترجم لي لا افهم يعني ما. واحد معه لكسس وبيته عش شلون تجي انت لينك تو قلت كلمه صريم مدري ايش ما تعرف الصرم وشو الصرم فيه مثلا شلون في عندنا ناس بقسم كذا صرمان فهمت يوم ماتوا اهلهم عيالهم انطنخوا عقبهم فهمت يعني في واحد شلون قبل يمكن 3 سنين او 4 سنين فهمت كانوا عايشين يا رجل مو بفقر يا رجل يتشحذون من كثر ما هم داجين يا رجل فهمت يوم مات ابوهم شو اسمه الحين نشوف عندهم عماير وعندهم مدري ايش ابوهم كان بخيل يعني صرم يا رجل لدرجة الالم يا رجل يلا الله يعين هذا اللي يجيه الراتب من هنا ما الله ما يطلع ولو بايش ما ادري ليش يا اخي ما يستانس بالدنيا لا بعد الدنيا مرة واحدة بتيجي وخلاص هذا هو ما تهوى الاستفادة من فلوسه فل امه واستانس وشر اللكسس وخله بالبيت لا تطلع كذا زي حركة دحوم ايوه خليك زي دحوم 14 13 اح والله في واحد شطفني شطفة الألم ترى مو بنا ايوه اما اشوف اللكسس انا قلت له لكس انت وش اسمه وش اكثر حركه انت سويتها يا مودي يا ابن مودي تاخر مودي يا ابن عيد اجراميه بحياتك اجراميه يعني جريه وتعرف ايش معنى جريات طق الجرس والحاش لا هذه قديمه دي دور غيرها في شيء قوي بطلع فضايحك يا ابن والله هذه اكبر جريه اذكر مره احنا بمكه تعرف الفنادق قلب العزيزيه بمكه اللي تستاجر ما ادري اي شيء في مكه الا ايش يسمونه شقق الفردوس ما ادري شيء زي كذا الزبده ما علينا الزبده ان هنا كان في شقق فهمت انا ولد خالي واخوي فهمت طيب من الطفش فهمت تلقى هاي مثلا رايح للحرام واحنا قاعدين بالشقق فضاء وما عندنا شيء كويس شو نسوي العماره تقريبا 27 دور وزي كذا من الدور 25 لين الدور 30 27 كذا 28 فاضيات ما في شيء فهم ما بنى احد ما احد ساكن اخر ادوار ايوه وش نسوي احنا نلقى نلقينا فوق نلقى النور مطفى فهمت ها ندق نرقى فوق نلقى ان طفيت حريق شايف يا طول العمر وفك هذا ودخله ما تحت الباب وطر على الناس لا ما باحد الغرف فاضي صح اها ودخل من تحت وف ولا نزلنا تحت ضغطنا كلنا صار ونحش الغرفه ونسوي نفسنا نايمين لا جوك خربت الفندق يا اخي رجل فضاوة هاي وين رايح انت ما ادري احب الطريق الزراعي تعال تعال حصل اشياء مو بزينه الو دير دير شد 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 عزمك شد عزمك يا ويل حول طيب يلا عطنا جري يا اخي سالفه صارت لك والله شوف اقول لك انا جرياتي وحتى اللي قط عليها ما عمرك اللي قط طيب؟ اللي اقول لك اللي قط عليها طق الجرس ودرت الرجال طالع قلك تعال يا انا امي يا رجل ايش سوالك طيب؟ وبعدها صرت مؤدب الشطور يا ابن عيد لا تعرف اللي يروحك ليه؟ ادري وشو خلاص شوي الا تموت يلا وديك الشرطة شرطة عشان درس الله يخرب بيتك ادري صغير ما تدري متى صرت صغير انت بنيت؟ احلى شكلك عشت ايام طفوله ترى اما حسبك طلعت وانت كبير لا 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 عشت ايام طفوله ودي اشوف شكلك وانت صغير احس ما يركب يوه ارسل لك صوره ارسل لك صوره والله بضحك عليك بعد تغير شكلك وانت صغير يا لاشت يوه اخ الحين اللي شو اسمه بالكومنتات
كنا ارسل له صورته وهو صغير. لا ما في ما في. لا هذا سر، هذا سر. المشكلة انت اللي وضعت نفسك ارسل لك صورة. اخ الله يخرب بيتك يا مليت. لا شكرا. زبده شو اسمه؟ انت مو وصلت الزراعي، وصلت يا شيخ العرعر. انا هذا يبقى مفرق عرعر تبوك. الله دور دور. مشكلة ما في دورات الا كله طريق سريع. جاب نعيد وشاف الفشار. اخي خرب بيتك. اشوفك ضغط من وقت قبل شوي الكلب. لا 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 قفلت معك بنيت مره. ما اقول لك لا، مره ما اقول لك ايش صار. طب ايش صار يا اخي؟ مره ما اقول لك السلام عليكم. العب شو ذولي صدموا. انا هذو. انا شفتك خاطف فقلت الحين هذا بيعطب ام امي، فقلت ادخل براعي الفتي ولا ادخل بواحد من جايين بقرا الحين يوديني لل شو اسمه ايه ايه. اقول لك انا طاره طاره لا يهمك. انت طاره؟ انا دركسونا. الو الو الو. اخ الزبده ترى ما طولنا يعني. الو اي اح بصرك يا الله. زبدة بس هذا كان كل المقطع، اتمنى انه عجبكم ونال على رضاكم وزي كذا يعني وما تنسون تشوفون الفيديو حقي. لا لا تشوفونه، لا تشوفونه ما انصحك. الا تعالوا سلام عليكم. مو زي مو زي. تعال عندي تعال عندي. اخ طيب خلاص قلت ما خلنا نغير اغير المقطع. ايوه خلنا نغير المقطع. بس هذا كان كل اللي تلقى قناه رابط، تلقى قناه رابط. الله يا ربي يا ربي يا انا تلقى رابط قناه الاخ الظريف هذا بن عيد بدا. واللي بيقول الصوره ما في صوره لا تحاول رجوك خلاص انهى الموضوع. الموضوع انقطع خلاص يا اخي انقلعوا خلنا بنهي التسجيل خلاص. ها بدال الشبال امي افجي اسود وسياره الطيبين يعني يا عيال امزح يا عيال نمزح يا عيال والله امزح خلاص والله لهج انا ام سياره متكلب هبل بوم. ايوه وبس يعني هذا كان مقطع. لا تضغطون على لا تضغطون على زر لايك وما ادري ايش هديت كذا فجاه الزبده. لا يا اخي ورانا مكلج بعيد عن المقطع خلاص انا الزبده. شباب لا تنسوا تعطون رجال لايك وكومنت ومفضله اهم شيء. رجال يحب المفضله الله يسلمك. كل ما اعطيتهم مفضله اسمه كل ما اعطيتهم مفضله عطوه كل شوي. خلونا خلنا تشوفونا وانا انفجر. ايه لاني انفجر. وسبسكرايب. بس هذا كان المقطع حقي. لا تنسوا المقطع حقي. والسلام عليكم. يلا باي.